الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ ياسر. نور، أهلا وسهلا بكم. أستاذ ياسر، كيف ترى تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة؟ احنا في حرب أساسية بتقع في غزة، لكن كمان بنشوف عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية في بحر العرب وقطاعات أو مناطق زي المحيط الهندي، بنشوف عمليات عسكرية ضد القواعد الأمريكية في العراق سواء قاعدة الأسد أو قاعدة أربيل. هل هناك حرب قادمة في المنطقة؟ إيران جزء منها؟ حياكم الله. يعني أنا أرى حقيقة أن هناك أربع أدوات تتدخل في عمليا إلى ماذا ستؤول إليه المنطقة من حالة الصراع هذا. الأول هو حماس نفسها وما يعرف بالفصائل الفلسطينية. هذه القوى أعتقد أنها تمارس دورها الوطني من خلال حركات تحرر للشعوب، وهذا حق يكفله القانون الدولي. وأعتقد أن ما حدث في 7 أكتوبر كان واضحا على أنه مركزا على مناطق محتلة حسب يعني القرارات الدولية، نتكلم عن محيط غزة. وأعتقد أن الفاعل الحقيقي يعني في هذه المعركة كانت الفصائل التي باغتت ما يعرف بقوى محيط غزة، وكانت هناك يعني ملحمة كما صورتها كل الأجهزة الإعلامية. الأمر الثاني أعتقد أنه إسرائيل. إسرائيل التي تحاول أن ترد الاعتبار، تحاول أن تجذب المنطقة إلى حالة فوضى بشكل أكبر ما يمكن، لعلها تسترد شيء من يعني عن جهيتها وقدرتها على أن تثبت نفسها كقوة قادرة. هي تدعي أنها استطاعت أن تقف أمام جيوش عربية مجتمعة، وهي الآن باتت يعني مقيدة أمام فصيل عسكري محدود القوى ومحاصر ضمن بيئة محاصرة منذ فترة طويلة. الأمر الثالث أعتقد أنها القوة المهيمنة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي سارعت مباشرة بإحضار أسطولها البحري وحضرت بقدها وقديرها. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تتفلت الأمور إلى فعل وردود أفعال، وإنما هي ضبطت المنطقة خلال 20 أو 30 سنة الماضية ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير. هي تريد أن تصل إلى هذا المنحى، لا تريد الآن لا لإسرائيل ولا لأي قوة أخرى أن تكون في حالة منفعل وتخرب لها مسارات هذا المسار. يعني هذا الأمر. القوة الرابعة أعتقد هي القوة الإيرانية. إيران لديها أدوات، هذه الأدوات هي على مقدرة بأن توصل رسائل مباشرة. أتكلم عن الحوثيين في اليمن، أتكلم عن حزب الله في لبنان، وأتكلم أيضا عن ميليشيات الحشد الشعبي وما يعرف بالمقاومة في العراق وضمن المساحة السورية. كل هذا الأمر يعني لأن إيران فاعل من الفواعل. ما يغيب عن المشهد هي القوى العربية والدول العربية أو حتى الدول الإقليمية بما فيها روسيا. البعض منها مثل روسيا هو مسرور بالنتائج ولكنه لا يتدخل بشكل مباشر، لربما يدعم عبر إيران. النتيجة أنا أريد أن أقول أن إيران الآن لديها مصلحة بأن تساهم على هذه الفوضى التي هي جزء منها من أجل أن تحقق مكاسب أكثر على طاولة المفاوضات السياسية، وأجزم بما يعرف بطاولة المفاوضات النووية التي امتدت لفترة طويلة حتى اللحظة، وهي قاب قوسين أو أدنى بدخول المفاوض الطرف الآخر وهو الحزب الديمقراطي بما يعرف بالعام الانتخابي، وبالتالي انشغاله عن هذه العملية التفاوضية. لا ننسى أن حظوظ الحزب الديمقراطي حتى هذه اللحظة هي حسب التصريحات والاستقراءات تقول أنه في أتعس ظروفه، وبالتالي إيران ستكون على عجلة في أمرها من أن تحقق إنجاز على المنحى طاولة المفاوضات عبر أن تحرك أدواتها ومخالبها في الصراع من أجل تسريع عملية التفاوض أمام الراعي الأمريكي الذي لا يريد أن تتسع عملية الحرب في الإقليم. طيب، إذا كان الراعي الأمريكي لا يريد أن تتسع عملية الحرب في الإقليم، كيف نقرأ سياسيا هذا المشهد لمقتل عنصر من الحشد الشعبي، جرح 24 في قصف أمريكي على مواقع تابعة لكتاب حزب الله؟ نتحدث أيضا عن وجود غارات أمريكية بالعراق، والسبب أو المبرر لتلك الغارات وتلك الهجمات أن تلك المواقع تابعة لإيران أو تستخدمها إيران. هل هذا مرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة أم أنه منفصل؟ وما هي الرسالة السياسية من هذه الأمور؟
طبعا ما ترد به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تحديدا هو حتى هذه اللحظة ضمن ضوابط الاشتباك. أنا أرى ما حقيقة أن الحشد الشعبي أو قوة حزب الله في العراق هي التي تحاول الاستفزاز، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ترد. ولكن إذا ما رقبنا حقيقة هذا الاستفزاز لا نجد أن هناك قتلى أو إصابات في الجيش الأمريكي. إذن الولايات المتحدة الأمريكية ترد ولكن بضوابط، يعني عملية الاشتباك فض الاشتباك، هي لا ترد بشكل أساسي وحقيقي، لا تريد أن تخسر الحكومة العراقية، وهي أيضا ترى أن من مسؤولية الحكومة العراقية أن تضبط هذا الأمر. إذن ما يحدث في العراق تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصوره أنه حالة مستقلة تماما، على عكس ما تريده إيران من خلال الضغط عبر الميليشيات الغير منضبطة، حتى لو كانت تحت ما يعرف بالحشد الشعبي الذي هو مشرعا عبر الجيش العراقي. إذن هذه القوات غير منضبطة بالجيش العراقي، تتصرف بأجندة إيرانية، ولكن الغاية كما ذكرت هو الضغط على المفاوض الأمريكي في الطاولة، المفاوضات التي تجمعه مع إيران، وليس من أجل فتح يعني اشتباك مفتوح في المنطقة، كون حتى إيران هي تريد أن تحقق مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات، وهي لا تريد أن تتورط في هذه الحرب حتى هذه اللحظة، ولا أظن أنها يعني ستعبر عن إمكانية أن تتورط في أي معركة. إيران لطالما كانت يمكن أن تشكل آلية ضاغطة لها، ولكن خارج الحدود الإيرانية وليس ضمن المساحة الإيرانية. طيب، يعني إلى أي مدى ستظل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي منتظرين أو يعني متسامحين مع هذه الهمهمات والغلاسات الإيرانية في خريطة واسعة؟ يعني ظني أولا بالنسبة إلى إذا كان الحديث حول ما يحدث من قوات الحوثي في ما يعرف بمناطق البحر الأحمر واستهداف بعض السفن التي هي قد تشكل مصلحة لإسرائيل عبر الرسوف في ميناء إيلات أو ما شابه، أعتقد أن هذا الأمر يعني هو أيضا من باب الرسائل. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تريد أن تعمل أن تؤدي هذه الأمور إلى اشتباك حقيقي. تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية عبر وجود الكم الهائل من الطائرات المتواجدة على حاملتي الطائرات في مناطق البحر المتوسط والأحمر، تستطيع أن تواجه وتضرب، لكنها لا تريد أن توسع مساحة الاشتباك. إيران تفهم هذه الميزة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تصعد بقدر محدود سواء في مناطق لبنان، شمال فلسطين، أو حتى في مناطق اليمن، ولكن بالنتيجة هي تريد كما ذكرت أن تتفاوض. أما بالنسبة لإسرائيل فأنا أرى حقيقة أنها هي تريد أن تتسع رقعة الصراع من أجل أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر كان ابتداء، لذلك وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية سارعت إلى القدوم من أجل أن تضبط نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة. طيب أستاذ ياسر، سمعنا في الفترة الأخيرة عن محاولات تقارب، وجود هدنة حماس لها شروط في هذه، أو فصائل المقاومة عموما عشان أكون دقيق في المصطلح، فصائل المقاومة لها شروط في هذه الهدنة، هي لا تريد هدنة إنسانية وإنما تتكلم عن وقف شامل لإطلاق النار. ومع ذلك يخرج رئيس الأركان اليوم وهناك أخبار متواترة عن طلبات لطائرات أباتشي أمريكية ومواصلة الحرب ربما لأسبوع أو أشهر. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ بداية أولا، إسرائيل صحيح أنها في وضع مأزوم حتى هذه اللحظة، قرابة 80 يوما لم تستطع أن تحقق شيء من مطالبها. ابتداء هي قالت أنها ستدمر حماس وتقضي على حماس وستحرر يعني الرهائن. حتى هذه اللحظة هي قتلت الرهائن الذين كانوا في صدد تسليمهم إليهم، وهم أيضا حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يقتلوا يعني قيادات مباشرة لحماس. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل في وضع مأزوم، ولكن لنقولها بصراحة، إسرائيل أيضا لا تستطيع أن تجلس على طاولة مفاوضات مع حماس التي هي اشترطت أن تقضي عليها ابتداء. لذلك هي تصرح بسياسة الاستعلاء ومحاولة أن تضغط باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في دعمها. ولكن أنا أعتقد أن إسرائيل من تحت الطاولة هي ليست صاحبة القرار بشكل نهائي. هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي هي شريك أساسي في هذه المعركة، تمده بالسلاح وأيضا تحضر على مستوى غرفة العمليات الأساسية، وهي أيضا توجهه حتى عبر الإرسال بالمعلومات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بأن يكون هناك مبادرات، ولكن حتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك مبادرة ناضجة
صحيح أن آخر مبادرة هي المبادرة المصرية، ولكن أعتقد أن هذه المبادرة تحتاج إلى شوط طويل أو أشواط، عدة أشواط. الآن هي في صدد طرح المبادرة على ما يعرف ب يعني قوات فتح، ولكن أعتقد أن جبهة فتح سيكون لديها أيضا وقت طويل. حماس في البداية يعني قررت أن هذه المبادرة ليست لائقة، ولكنها باتت الآن تريد أن يكون هناك استحداث وتطوير لهذه المبادرة. إذا بالنتيجة إسرائيل حتى هذه اللحظة تظهر نفسها غير معنية بهذه المبادرة، ومصر نفسها لا تظهر أنها تتصل مع إسرائيل لتسويق مبادرتها، تحتاج هذه المبادرة إلى وقت طويل. لا أعني أنها مبادرة ستنضج وتنجح، ولكن أعتقد أنها إحدى أشكال التي تطلب الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق نوع من الاستقرار في منطقة غزة. شكرا جدا أستاذ ياسر النجار، شاكرين على هذه المدخلة المحددة وشديدة الوضوح، على أن نلتقي بحضرتك مرة أخرى. شكرا.